بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى: ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، إلى آخر الآية الثالثة، وهي قوله تعالى: إن الله كان عليما خبيرا. ونحن بصدد أخذ ما تيسر من أحكام هذه الآيات، وقد توصلنا إلى الحكم السابع، وهو تحريم نشوز المرأة على زوجها. والدليل على ذلك أن الله أوجب العقوبة على ذلك بقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فهذه إجراءات تدل على أن ما فعلته من النشوز في حق زوجها أنه محرم، وأنها تستحق عليه العقوبة العاجلة والعقوبة الآجلة. وتدل الآية أيضا على التدرج في معالجة على وجوب التدرج في معالجة نشوز المرأة، وأنه يبدأ بالأسهل، وأن زوجها يبدأ بالأسهل فالأسهل. وذلك أولا الوعظ، ثم الهجر، ثم الضرب وهو أشدها، فلا يذهب إلى مرحلة مع إمكان المرحلة التي قبلها، بل يدفع هذا الشيء بالأسهل فالأسهل. فإذا تقيد الزوج بما أرشده الله إليه فإن الله سبحانه وتعالى يعينه ويحصل مقصوده. أما إذا أساء العلاج وذهب إلى الأشد مع إمكان الأسهل من علاج الزوجة فإنه لا يوفق في ذلك. ويؤخذ من الآيات أن الزوجة إذا رجعت عن النشوز فإنه يجب على زوجها نسيان الماضي، يجب على زوجها أن يقبلها وأن ينسى الماضي منها، فلا يبعثه، ولا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، فينسى الماضي لأن هذا أصلح للأحوال. أما إذا جعل يذكر الماضي من أفعالها فإن هذا سبب لنفورها وسبب لتخجيلها، وبالتالي ربما تعود إلى ما كانت عليه من النشوز. ويؤخذ من هذه الآية وجوب أن يتذكر الزوج الذي يترفع على زوجته أن الله أرفع منه وأكبر منه، فيخاف من الله عز وجل ولا يستغل سلطته وقوامته على المرأة بأن يظلمها وأن يستهين بحقوقها، فإن الله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير الذي ينصف المظلوم من الظالم. ويؤخذ من الآية الإجراء الذي يتخذ إذا حصل الشقاق من كل من الزوجين نحو الآخر، فإذا كان الشقاق مشتركا فإنه لا بد من أن يتدخل الغير في إصلاح هذا الشقاق. أما في الحالة الأولى إذا صار الشقاق من الزوجة فقط فإن الذي يعالج شقاقها هو الزوج. أما إذا كان الشقاق من الاثنين فلا بد من التدخل بأن يشكل
لجنة من رجلين، واحد من قبل من أقارب الزوج وواحد من أقارب الزوجة، من أجل علاج هذا الشقاق. هذا مما يدل على أهمية العشرة الزوجية في الإسلام، وأن الإسلام يعالج ما يحصل مما يكدر هذه العشرة، لما يترتب على العشرة الطيبة بين الزوجين واستمرار الزوجية من المصالح العظيمة، وما يترتب على الفرقة وقطع العشرة من المفاسد الكثيرة التي لا تخفى. ويؤخذ من الآية حث الحكمين على تقوى الله جل وعلا والتماس الإصلاح بين الزوجين، وأن يكون هدف الاثنين هو الإصلاح، لا الحيف مع قريبه أو العصبية لقريبه، وإنما ينصف. فإذا كان قريبه هو المخطي فإنه يأخذ على يده، فلا يحمله العصبية والقرابة على أن يحيف في حق الآخر. ويؤخذ من الآية أن قرابة الإنسان أدرى بحاله من غيرها، ولهذا قال: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، لأن القريب يدري من أحوال قريبه ما لا يدريه غيره، ولأن القريب أشفق على قريبه من غيره، فيحصل بذلك الاجتهاد في الإصلاح بين الزوجين. ويؤخذ من الآية أن الحكمين بمثابة القاضي، وأنهما حكمان وليسا وكيلين، فإذا رأي أن الصلاة أن المصلحة في الجمع بين الزوجين وتسوية النزاع فإنهما يجتهدان في ذلك، وإن رأي أن المصلحة في الفراق بين الزوجين فإنهما يفرقان بينهما، لأن آخر كما يقال آخر الطب الكي. ويؤخذ من هذه الآية تحذير الحكمين من الحيف واتباع الهوى، يعني يحيف أحدهما نحو قريبه أو لا ينصف الطرف الآخر، بل لا بد أن يكون الحكمان منصفين، وأن يكون هدفهما الإصلاح بين الزوجين، فإن هذا هو المطلوب، وبهذا يحصل لهما التوفيق. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فيحصل التوافق بين آراء الحكمين إذا كان قصدهما الإصلاح. أما إذا كان قصدهما أو قصد أحدهما الانتصار لقريبه أو العصبية لقريبه، فإن الله لا يوفق بين آرائهما، فلا يحصل المقصود. وعلى كل حال، فهذه الآيات تدل دلالة واضحة على عناية الله جل وعلا بأحوال الزوجية، وعناية الله جل وعلا بأحوال النساء، وأنهن بحاجة إلى القوامة من الرجال عليهن لأجل ضعفهن ولأجل قرب نظرتهن المادية، فتحتاج إلى من يكون وراءها يحافظ عليها ويسدد شأنها. وبالله التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.